مختلفة. قبل ما نختم معاك بالسؤال الأخير دالي، تتستنى في ناس اللي غلطت في حق الفلوجة أنها تعتذر من الفلوجة ومن العمل ومن الفريق كامل؟ والله ما وزير نستناش التربية حقيقة. تمنيته يخرج لا لا يعتذر مثلا؟ لا، فما أحسن واحد عندي أنا اعتذر وجيت معناها فيها برشا شهامة وبرشا نبل، اللي هو حاتم القروي حاتم القروي. الارتيست اي سلامور، أعطاه رأيه في النهار الأولاني الثاني. أنا حكيت معاه صديقي هو، من بعد في كيوفي المسلسل عمل اعتذار ياسر كلاس، قال أنا غلطت وأعطيتك رأي مسبقا ونعتذر وكذا وكذا وكذا، وحلل المسلسل وكتب ستاتيو كبير اللي الناس وافقت ما وقراته. استنيتش معناه وزير الاعتذار. التربية محمد علي وزير محبيت. التربية نقول له تستنى فيك برشا خدمة، معناها في المكاتب والمكتب والليسي، وتستنى فيك برشا خدمة، معناها كان نجم نحطوا اليد في اليد احنا الفنانين مع الوزارة في أي مشروع. معناها انا بينيفول، معناها باش نجي ونعمل دي ماستر كلاس، باش نحكي مع التلامذه، باش نعمل ورشات مجانا، نجي انا شخصيا، معناها تعرفني انت في الحكايات هذيا، نجي ونعمل نحطوا اليد في اليد، مش نشكيو ببعضنا ونعطلوا بعضنا. معناها كاتاستروف، كان كاتاستروف ناسيونال اي انترناسيونال، كان وقف في الفلوجه خاطر حكايه راهي عندكش فكره العالم يتفرج فينا. نختم معك دالي، أمور الجوائز تو أنت بديت لي بالجوائز أول ما بديت معاك الحوار، فما غش أنت متغشش على حاجة خاطر ريت فما ناس متغشش في بلاصتك انت اللي قلت لك انا متغشش. ما نعرفش نسأل، أنت جبت لي على الجوائز دونك حسيت كأنه فما لوم يمكن على، يمكن خلينا نكون واضحين على موزايك وورز وين حكيت مش مريم. لوم، هو مش لوم، هو التايمينج ذلك، ما نجموش نقيموا مسلسل ب 20 حلقة بعد 10 ولا 12 حلقة. دونك كما قلت لك اختيار تتفرج في لنوميني ماتش بالنسبة كورة ليك مازال بكري. على التايمينج، على التايمينج، على خاطر تظلم ناس وتنجم تعمل فافور الناس اللي هما باش تكتشف لي دوره فيه مثلا، مش معناه هو خايب ولا باهي. كيما قلت لك ماتش كوره ما تنجمش تقيمه في 45 مينوت، خاطر نجم يدخل جواري ماركي في التابونت. اش عملت انت يا جمليح؟ تعطي انت ميور جوار في ال 45 مينوت الاولى؟ وتخلي واحد ماركي خمسه بونت، وش عمل؟ مش انا راهو ماركيت، راهو نعطيك في الميتافور. واضح والله. يعني انت حبيت تكون في بلاست محمد مراد ولا لا فتحي شفت، الهداوي امان 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 ولا انت باركه باش نحكي فارس معك عبد تو، انا من الدايم؟ الراديوات لا تلفز، انا امان ما تدخلنيش لا في بلاست حد، انا في قلوب الناس اللي تحبني ونشكرهم على الموده والمساجات. اوكي هاو فتح الحكايه، واضح بس دالي. وانت راهو ظاهر لي ما تنجمش كما تقيم حكينا في هكا الاوف، ولا قلت لك دالي انت من افضل الممثلين والناس تحكي وتقول وتعبر وشافت انه دورك انا ما نحبش مميز. نكون في بلاصتهم اللجنه توا، شفتوا الكلام اللي قلته انت، انا ما نحبش نكون في بلاصتهم. شنو معناها ما تحبش تكون في بلاصتهم؟ ما فهمتش. معناها كي صارت الحلقه 20 والحلقه 17 16 ينجموا يكونوا بدلوا رايهم. ليه ما نحبش نكون في بلاصتهم؟ نحشم على روحي انا خاطر قيمت قبل ما يوفي العمل، ثم حاجات اكتشافات، فهمت شنو نقصد؟ واضح، فهمتك. واضح محمد ديجا علي. نقول لك حاجه، انا نرشح محمد مراد في 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 انه 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 هو تظلم، زاد نرشحه هو ياخذ جائزه. هو مش موجود ده لمحمد مراد. ايه فوالا هذيك، علاش مانيش نحكي انا على روحي غلط، بركه، نحكي على 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 ناس خدمت وتعبت، ما عندكش فكره معناها. وما نجموش نحطوهم الكل زيدا، نجموا نتفهموهم زيدا، فما برشا ما تنجمش ممثلين تدافع عليهم. لا قدموا لا لا، وعطاوا فما زيدا. ديسكسيون الرقم نقول لك، نتاع انا نقول لك النوميني يكون محدود زيدا، محمد علي ثلاثة ولا أربعة دونك ماكسيموم، دونك ما نجمش يحط برشا ممثلين ويحط ناس انا قلت لك تفوتي. حط برشا مثلا، ما قلتش حط برشا، انا قلت انتظر قليلا، فهمت؟ انتظر قليلا. واضح محمد انتظر علي، خاطر باش تشوف حاجات باش يبدلوا لك رايك، علاش تتسرع؟ يعني تمنيتهم يستناو للحلقة هذه، للحلقة قداش هي 17 باش يحطوا على قليلة ال 15 16، خاطر هو 20 حلقة. أنت كاينك قيمت شطر لوفر، فهمت شنو نقصد؟ واضح محمد علي، واضح. بدو بي 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 بمحبة ولطف وقدر، معناها لاني متغش عليهم ولا نستنى فيهم باش يقولوا لي لا احنا غلطنا وسامحنا. معناها هنيئا للناس اللي خدمت الكل
هذه نعمل لك لغة خشبية تو للفريق الكل، للجبل الأحمر، للسيت كوميت، أكيد يعطيهم الصحة. معناتها فيها اكسبلوار كي واحد يخدم تو في كلمة دليق.